أبو خالد قال في الموجة الأخيرة جملة: لو زادوا لزدنا. وقد صرح بها أبو عبيدة وأعلنتها غرفة العمليات المشتركة أنه بعد أي قصف جديد من الاحتلال سنوسع الدائرة لتشمل اسدود ودير السبع. يقول لكم أبو خالد وكرت جوش دان وتل أبيب على الدور: سألته قلت يا أبو خالد هل أصرح للناس ليطمئنوا بعدد الصواريخ في الرشقة التي كانت ستخرج إلى تل أبيب؟ قال: لا، دعها سرا يا أبا إبراهيم، دعها سرا ولتتحدث عن نفسها إذا حدثت.